السلام عليكم. اليوم راح نشرح على عملية ترقيد الهوائي لشجرة ست الحسن، طريقة يعني أسرع وأحسن، وخلال أسبوعين نحصل على شتلة يعني كبيرة، يعني مو قلم وأسبوع أسبوعين يظل يعني ماكو، لا نحصل على شتلة كبيرة. الرقدة هي سريعة طبعا، هاي بالأقلام تنجح بالبذور تنجح يعني بالترقيد الهوائي، بس إذا نحارد نحصل على شجرة كبيرة وسرعة النمو مالتها ترقيد الهوائي خلال اسبوعين نحصل على شتله يعني كبيره، وراسها تدفع بعد ما يعني تتاخر بالنمو، تصير بطيئه الاقلام شوي تتاخر، بس هاي راسها الدفع مالتها. هسه راح نروح نسوي العمليه، هاي الطريقه نسويها، نكملها هيك بهالطريقه بهالصوره، هاي ترقيد الهوائي، هذا عندنا ذاري او رمل ناعم، طبعا اذا اريد نخليها تجذر اسرع نخلي لها عالي الفسفور ويوريا كل يعني 10 ايام، هاي بهالطريقه هاي، ووريها بالماي ورا خلال اسبوعين تصير جذور يعني عاليه. هسه عندنا المجذرين صار لها اسبوعين، راح نشوفها هسه هاي الشتله المرقدينها صار لها اسبوعين، هسه انقصت هالطريقه هاي، هاي الشتلة هاي شو الجذور مالتها، راح نقصها خاطر راويكم الجذور مالتها، خلال اسبوعين جذرت هاي بهالطريقة هاي، ها شوفوها هاي الجذور مالتها، هاي خلال اسبوعين هاي شوفوا بهالطريقة هاي، شوف الجذور مالتها هاي خلال اسبوعين، وطبعا بالاقلام هم تنجح ونقدر نجذرهن نخليهم بالماي يجذرنهم خلال 4 ايام الى 5 ايام يجذرن، ونقدر نزرعهن الاقلام نقصهن ونزرعهن. هسه راح نروح نقص الاقلام ونراويك الاقلام المجذرات، هاي الاقلام نقدر نقصصهن بهالطريقه، هاي الاقلام مال ست الحسن، هاي الاقلام نقدر نجذرهن او نزرعهن مباشره بالتربه ماكو مشكله، طبعا هو هذا يجذر خليه بالماي فد 4 ايام 5 ايام يجذرن، بس هسه احنا عندنا الاقلام المجذرات مو مال ست الحسن، بس نفس الطريقه هاي مجذرين، بس هذا احنا هاي نسميها البطاطا الحلوه، طبعا نفس الشيء البطاطا الحلوه او الهندال او البانجو، هاي الجذور مالتهم هاي خلال 4 ايام 5 ايام بهالطريقه، هاي هالصوره تصير الجذور، هاي جذور مالتها نفس الشيء، طبعا جذور كلش يعني عاليه. هسه نقدر نزرعهن، بس على مود نزرعهن هسه الجو حار، احنا عندنا بالبصره الجو حار، ايش نسوي؟ نزرعهن بالليل، جذور قويات ماكو مشكله، طبعا هي هاي الشجره تتحمل درجه الحراره العاليه كلش، ما يهمها لا يهمها ملح لا يهمها حراره لا يهمها شمس، كل شيء ما يهمها. والسلام عليكم.